كلاعب كرة كبير طبعا، مشاركتك في المهرجانات السينمائية بتكون عاملة ازاي؟ يعني حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة ان احنا نكون موجودين في احداث مهمة زي دي، ومهرجان الجونة طبعا من الاحداث المهمة جدا في مصر في مجال السينما، المهمة في الوطن العربي طبعا، ويعني وجودنا او وجودي بالتحديد كلاعب كرة في حاجة زي كده حاجة جميلة، وسعيد بوجودي هنا ومبسوط ان احنا بنقدر نعمل حاجة بالشكل ده وبالجمال ده وبالطريقة دي في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله، مش مصر بالتحديد او مصر بس. فخور جدا ان احنا بنقدر نتحدى الصعوبات ونتحدى الاوقات الصعبه دي، ونقول ان احنا نقدر ننظم حاجه بشكل كويس والناس تلتزم والناس تبقى بتحافظ على التباعد وبتحافظ على النظام، ونأدي رساله للعالم زي ما في اكتر من حدث اتنظم ونجح ومشي بشكل كويس، قدرنا ان احنا كمان ننظم حاجات كويسه وحاجات مهمه واحداث مهمه. يعني هي السنه خلاص بتخلص، فاضل شهرين، فيمكن تكون دي حاجه يعني مبشره كده او يعني حاجه وعلامه كده كويسه ان احنا ان شاء الله نبدا السنه الجديده سنه 21 بتفاؤل وابتسامه حلوه ان شاء الله. طيب شايف في اي علاقه بتربط ما بين الكوره وما بين السينما؟ يعني لا، ده مجال وده مجال، بس هو طبعا دايما الفن والرياضه حاجه واحده، يعني او مش حاجه واحده في الاداء، بس هي كلهم بيكملوا بعض. كل الحاجه اللي فيها كوره انا بعتبرها فن برضو، وبعتبرها انها اداء موهبه، والفن طبعا طول عمره موهبه، ومش اي حد يبقى فنان ومش اي حد يبقى لعيب كوره، بس احنا بنشوف طول عمرنا بنشوف احداث الرياضه المهمه، احداث الكوره المهمه، لما احنا كنا بنلعب بطولات افريقيا وبطولات كاس العالم وبطولات الامم والبطولات كاس القارات، دايما المجال الفني كله بيساندنا وبيقف جنبنا وبيكون موجود معانا، وفي المحافل كلهم بيبقوا موجودين معانا، واحنا طبعا برضو لما بيبقى في حاجات زي كده وبنتلقى دعوات لحاجات مهمه واحداث مهمه زي دي ان احنا نكون موجودين فيها، دي حاجه كويسه لينا، وانا يعني بتشرف بوجودي هنا وبالدعوه اللي تلقيتها ان انا اكون موجود هنا. ودايما زي ما احنا بنقول الكوره بتكمل الفن والفن بيكمل الكوره، وهي كل حاجه في الاخر بتبقى عشان مصر تقدر تعمل حاجات كبيره وحاجات مهمه واحداث مهمه وبطولات مهمه، سواء كانت مهرجانات سينمائيه او بطولات كاس امم لما اتلعبت في مصر كانت على اعلى مستوى. فحاجه جميله ان دايما الرياضيين يكونوا موجودين في الاحداث اللي زي كده والاعمال اللي زي كده والمهرجانات اللي زي كده، وبرده الفنانين يكونوا موجودين معانا في الحاجات اللي ليها علاقه بالكوره والرياضه بشكل عام.